ان شاء الله باش نعملوا الميكرو تروتوار بتاع الايد كامب تونيزيا باش تعمل ان شاء الله 15 فبراير. التعليم اليوم في تونس الكلها جرافيت كل يوم، ما فهميش قراي، كان ينقصوا في الجرافيت خير على قد خلي واحد داخل على روح. تعليم تاع تونس، تعليم تاع تونس صراحة لازم يتبدل بالنسبة لي أنا، خاطر ما عرفش سيختو توا معناتها بون. أنا خديت باكي 2005 معناتها من تعليم جيلنا نحنا الجيل توا بصراحة برشا حاجات دخلت بعضها. الستة متاع العشية مع الشرق الضوء، ثم الصاليات ما فيهمش الضوء جملة، من الساعة للساعة نضرب ربع ساعة نجيب في كرسي من الكلاس لكلاس وطاولة وحربة معناها. وتخيل أنا تلمسة الثانية عندي جدول جديد. اليوم على مشاكل التعليم في تونس، شنو حسب رأيك أنت مشاكل متاع تونس؟ والله ما نعرفش، فماش مشاكل حسب شوية البروفيت مع التلامذة مهمش معناها، ما عارفش انت تقرا تيود يمشيوا معاك، تقراش تيود تلفوك تولي حسابات اخرى حاسين. وشنو رايك الحل انت؟ والله الحل بيد الوزاره مش بيدي انا الحل. ما نعرفش انا تنظف منظومه تعليميه هذاك وشنو هي الحل؟ باهي لاله محمد رسول الله، مشاكل التعليم في تونس ساعه ما عندهاش حدود. اول حاجه منظومه كامله من الابتدائي للثانوي اللي انت حاب انت معناها كلها فاسدة. أول حاجة نبدأ من الوزارة والتعليمات اللي تعطي فيهم والقوانين اللي تسن فيهم هي اللي باش تبدأ المشاكل، ومن بعد يزيد الأستاذ ولا المعلم ولا اللي في المؤسسة التربوية يزيد بالأنانية متاعو يدعم القوانين اللي تخرج فيها وزارة التربية، باش التلميذ في الأخر يطلع هو الإنسان المظلوم اللي ما عندوش حد يدافع عليه، ولكن إن شاء الله باش يولي يدافع على روحه بروحه. عسلامة. دونك حبيت نسألك على مشاكل التعليم في تونس. مشاكل التعليم في تونس كبيرة ونتصورها باش تزيد تكبر. التعليم سي لو تالون داشيل دون ناسيون، لو كان ما يعملوش حوار وطني على التعليم ويشوفوا كيفاش الريستركتوراسيون رانا ما عملنا شيء. دونك حسب رايك كيفاش ينجم يكون هالحوار الوطني هذا؟ احنا خاطر السؤال كان على الحل، ياخي انت عطينا الحل ديريكت. دونك كيفاش باش يكون؟ شكون يشارك فيه؟ يشارك فيه كل استاذ، ويشارك فيه كل مدير مدرسه وكل مربي، على خاطر ما عندناش مربيين. حبيت نسالك على مشاكل التعليم في تونس. والله بالنسبه معناها القرارات اللي خذاهم الوزير، نحب نعرف ايش سؤالك هذا على القرارات. اي القرار هو تعسفي على الاخر، اون برانسيبي اللي تكون اخر حاجه، هو صحيح قرارات باهيه، لكن مش في الوقت في اللحظه هذه. انت صلح البرنامج، صلح الاطار التربوي، ومن بعدك اعمل هذا. انت بالعكس انت توك تعملوها، كيف باش يزيدوا يعفسوا فيه التلميذ باللي في. دونك صلح الاستاذه، صلح البرنامج، وبعدها مش تحب. حسب رايك شنو هو الحل باش يتصلح البرنامج باش تصلحوا الاستاذ؟ الحل انه يكون فما حوار بين التلامذه والاستاذه وزاره التربيه، خاطر الموضوع صار في كوجينا الداخل. التعليم ما عادش كيما قبل، يا حسرة على تعليم قبل والشهادة والسيزيام تاع قبل. هو تعليم توا تعليم ماديات. أنا مشيت بوحدة وزارة من الوزارات نتاع التعليم في شيرة القصبة، فكناها شباب بنات، نلقى الناس مساكن يتضاربوا على حليلة ويعطيو في فلوس باش يعطيوه من درا شنو باش يقراو ولا باش ياخذوا بلايص خدمة ولا شنية. هذا تعليم، هذا تعليم، ولاو يقبضوا في الفلوس وعاملين في التلامذة مسكنات، عاملين في التلامذة ماهمش تلامذة، هذوما مسكنات قاعدين مكللوا لهم حقوقهم، هم عطيهم شدوا الكراسي وذاك هاو ويتعلم ويخرج قاضي وانت ما تسمعوش وما يخليكش حتى باش تتكلم. الناس حكم ربي هو. اي امي انت شنو رايك الحل باش يتصلح هذا كل؟
يلزم يمشيوا للتعليم كما كان قبل، لول باللول وثاني بالثاني، ويلزمهم يقراوا بالقديه، مش يعملوا لهم 20,000 كراسه و 20,000 درشنيه ويقولوا لهم ويعطيوه 18 وقيات لازمها تاخذ 25، ينقص اولادهم هما يقريهم في بلايص حرار وبالمليارات، لكن ما همش يهزوا منها شيء. 16